تقرير. الإصرار على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم. قبل 7 أشهر كانت هذه وعود الببلاوي في أول وزارة بعد الانقلاب، والآن يترك السفينة دون إعلان الأسباب وإن كثرت، محملا الشعب مسؤولية إخفاقاته. علينا المسؤولية الكبرى هي على الشعب. لم يسلم الإعلام أيضا من اتهامات الببلاوي في بيانه الأخير. وفي جو من الصخب الإعلامي الذي اعتنق الإثارة وتجاهل الإنارة، في هذا الجو كنا بنعيش. ولكن توقيت استقالة الحكومة طرح تساؤلات عدة لم تقتصر على المواطنين فقط، بل تخططهم للوزراء أنفسهم. طيب الاستقالة المفاجأة دي، يعني حضرتك حطنا في الكواليس، وحضرتك جزء من الحكومة المستقيلة، لا يا يعني فندم، إيه سببها؟ لا أعرف بالضبط ليه التوقيت ده وليه، أقسم بالله لا أعرف. وصف البعض الاستقالة بالمسرحية الهزلية، في حين اعتبرها إعلاميون وسياسيون ضرورة لمنح السيسي فرصة الاستقالة من منصب وزير الدفاع تمهيدا لترشحه للرئاسة. ناس بتقول ان استقالة الببلاوي لتمهيد الطريق لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئاسة، ولكن يبدو ان الببلاوي يفضل الغموض. من الامور الهامة جدا انه في كثير من المعلومات والمعرفة اللي وراء القرار واللي من المصلحة عدم نشرها. استقالة الحكومة تضاف إلى سجل من إصرار قادة الانقلاب على الغموض، وتبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور.